السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع حسن عيد. طيب ألف ألف مبروك طبعا فوز النادي الأهلي على فيوتشر 4-0، ولا عزاء للحاقدين. طبعا في ناس كتيرة جدا 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 كانت تتمنى فوز فيوتشر، ولما فيوتشر خسر بالأربعة أربعة صفر قال لك المباراة متفوتة، ونص لعيبة الفيوتشر من الأهلي ومفوتين المباراة، وعلي ماهر أهلاوي ومفوتين المباراة، وشوبير اللي هو نائب الرئيس النادي فيوتشر مفوت المباراة، كل دول مفوتين المباراة. طب ليه يا جماعة؟ لا ازاي ده فيوتشر المفروض كان يكسب، الفيوتشر فريق قوي. يا جماعة انتوا ناسيين ان انتوا بتتكلموا عن الأهلي. الأهلي يعني ده شغلوه شوية. الأهلي اللي كسب الإسماعيلي 4، وكسب الزمالك 5، وكسبان بيراميدز 3، وكسبان فرق كتيرة بالأربعة. إيه يا جماعة في إيه؟ ما تصحصحوا فوق كده وتكلموا كلام ناس عاقلة، يعني تكلموا كلام بتاع ناس عاقلة، مش ترددوا، مش صفحة من الصفحات بتاعتكم تقول كلمتين ترددوا الكلام وراها على طول، يعني حاولوا تمرروا الكلام ده على عقلكم. النادي الاهلي كبير، مش محتاج حد يفوت له مباراة. وبعدين انت اخر حد تتكلم عن تفويت المباراة، انت كنادي معروف مين النادي المنافس، اخر حد تتكلم عن المباراة عن التفويت، لان انت بسم الله ما شاء الله يعني مبارياتك مع الاسماعيلي معروف بسم الله ما شاء الله. وبعدين نيجي نبص كده في المباراة اللي فاتت اللي كنتوا بتلعبوا فيها المقاولين، وضربة الجزاء اللي ضيعها احمد علي، ايه رايكم؟ هل ضربه الجزاء دي فعلا كان قصد ان هو يضيعها؟ انا سايب الحكم ليكم، كان قصد ان هو يضيعها ولا لا؟ رايح يسلم قبل المباراه ولا كان بعد المباراه؟ قبل المباراه رايح يسلم على فريرا، اللي هو رايح يسلم على مدرب نادي الزمالك ويحضنه ويضحك. طب ما لما سوارش عمل كده مع مصطفى معوض لاعب بوتريجيت، وقال له شد حيلك وانت لاعب كويس وانا هاخد بالي منك والكلام ده كله، وده كله بعد المباراة الناس طلعت وقالت ده ما ينفعش، وما ينفعش المدرب بتاع الاهلي يعمل كده، وقوموا الدنيا وما قعدوهاش ليه يعني. المهم نخلينا في التفويت، يعني انت شايف ان النادي الاهلي محتاج حد يفوت له؟ النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله الفترة دي فايق جدا جدا جدا، خصوصا بقى من بعد المباراة دي. الدوري اهلاوي، الدوري اهلاوي، سيبك من المباريات اللي فاتت بقى، الاهلي بدا يفوق جدا 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 بسم الله ما شاء الله يعني. وان شاء الله الماتش الجاي اللي هو بيراميدز باذن الله هنكسب، والماتش اللي بعد اللي هو الزمالك الكاس باذن الله هنكسب. النادي الاهلي فايق جدا بسم الله ما شاء الله. انا شفت المباراه يعني بصراحه فرحت جدا. هو دوت قفشه اللي احنا عاوزينه يا جماعه، هو ده قفشه اللي احنا عاوزينه، واحنا بننتقد قفشه عشان عاوزين المستوى ده من قفشه. ومعلول بسم الله ما شاء الله انقذ هدف، وصانع صانع اسيست يعني بسم الله ما شاء الله. مين تاني؟ احمد عبد القادر بسم الله ما شاء الله. كريم فؤاد لما نزل، لا الاهلي فايق، الاهلي فايق، الاهلي مش محتاج حد يفوت له مباراه. انتوا هتفضلوا زي ما انتوا، حقدكوا على النادي الاهلي، حقدكوا على النادي الاهلي هيفضل فيكم كده جواكم، ومخليكم شايفين ان كل حاجة بتحصل مؤامرة، بتحصل مؤامرة على الزمالك، وان الاهلي دوت كل الناس بتساعده، اتحاد كرة بيساعده، حكام بتساعده، مع ان انت اكتر واحد الحكام بتحتويك، يعني اكتر واحد الحكام بتحتويه هو انت. المفروض ما تتكلم، المفروض يبقى فيه خجل كده وما تتكلمش، المفروض ده انت يعني كل الناس بتساعدك احتواء وايه؟ احنا مش بنقول كلام وبس، ده الحكام هو اللي طلع يقول احنا احتوينا. طب نعمل لك ايه تاني؟ طيب انت المفروض يعني تبعد عن اي فكره تقول ان في حد بيساعد النادي الاهلي، يعني انت العيب فيك وبتطلع العيب في الناس. على العموم النادي الاهلي كبير وهيفضل كبير،
ومفيش حاجه اسمها تفويت. النادي الاهلي ما بيتفوتلوش مباريات، النادي الاهلي كبير، ولو النادي الاهلي بيتفوت له مباراه يبقى انت على كده بقى لما اتغلبت 6-1 من النادي الاهلي كنت مفوت المباراه ولا ايه؟ ما ترد عليا. لما اتغلبت 5 من النادي الاهلي ايه، كنت مفوت المباراه؟ رد عليا، كنت مفوت المباراه؟ هتقول لي فرق 2. يا ابني انت مغلوب 5 تقول لي فرق؟ يا ابني اقعد ساكت. المهم يا جماعه النادي الاهلي كبير وهيفضل كبير، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الدوري من نصيبنا، وباذن الله الدوري اهلاوي بجهدنا بجهدنا الحمد لله. مفيش لا حكام بتحتوينا ولا في فرق بتفوت لنا مباريات، ها؟ مفيش فرق بتفوت لنا مباريات لما نبقى عاوزين، وسبحان الله يمكن ينزلوا هم كمان درجه تانيه الفرق اللي كانت بتفوت دي. شكرا لكم، بشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.